وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة عهدية أحمد السيد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. أستاذة عهدية، بعد تحية، باعتبارك تمثلين الجسم الصحفي في مملكة البحرين، ما هي قراءتك تجاه الخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ شكرا جزيلا أستاذ. أولا أهني الشعب البحريني، أهني قيادتنا على هذا القرار السيادي الحكيم جدا جدا، قرار تاريخي، قرار راح يساهم في أن سمعة البحرين على المستوى الدولي، على الخارطة الدولية، كل اللي احنا قلنا سنين نحن نؤمن بالتسامح والتعايش اليوم نثبته على المستوى الدولي أيضا. قرار سيادي، قرار الجسم الصحفي، فخورة أن أنا أمثلهم وأقول أن الجسم الصحفي وهو المسؤول الأول والأخير عن القلم مساند لهذا القرار، ونمثل هذه المساندة مثلت شيء تمثل إرادة الشعب البحريني أيضا. فخورة جدا بكل ما يقوم به الصحفيين الزملاء الصحفيين في الحفاظ على أمن واستقرار بلدهم ودعم هذا القرار السيادي اللي راح نتيجة تكون حتما إيجابية لحماية أرضنا ووطننا. فهنيئا للبحرين، ألف مبروك علينا، ألف مبروك للإمارات الشقيقة على هذا القرار أيضا قيادة وشعبا. معالي وزير الداخلية في التصريح اللي صرح به الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة قال كلمة قوية جدا وفيها رسائل هامة جدا. إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية. نعم. البحرين ثم البحرين ثم البحرين. اليوم البحرين راح تساهم في تغيير مجرى المستقبل. اليوم بلدنا قاعدة تاخذ قرار راح يحمي هذا الوطن. قيادتنا دائما قراراتها كانت قرارات حكيمة، قرارات صبت في مصلحة وطننا. اليوم احنا نعيش في امن واستقرار بسبب هذه القرارات. فالجسم الصحفي ما اراه اليوم ان كتاب الاعمدة الصحفيين جميعا يقفون مع بعض، ودائما شفتهم في المواقف الوطنية على قلب واحد مع القيادة، لان الاولوية هني بلدنا أرضنا. بالنسبة للقرار اليوم أعتقد أن على المستوى الدولي في رسالة قوية جدا راح توصل عن البحرين. من حقنا كدول أن إحنا أيضا أن نسوي اتفاقيات سلام مع دول. اليوم راح نعمل هذه راح نوقع هذه الاتفاقية بوجود الولايات المتحدة الأمريكية، بوجود الرئيس ترامب وهو حليف كبير لنا في المنطقة، ومهم جدا أن نساهم في أن إحنا نساهم في أن الاستقرار يكون موجود مو فقط في البحرين، في المنطقة. 70 سنة اللي راحت أستاذ الفاضل إذا تسمح لي، القضية الفلسطينية ظلت في مكانها في نفس الدائرة. الشعارات العاطفية عمرها ما خدمت القضية الفلسطينية. اليوم نبي نتحاور مع الجميع. البحرين اليوم دورها دور سيادي وقيادي في المنطقة، فمن حقها أن البحرين أيضا يكون لها صوت أقوى. من ناحية 70 سنة اللي راحت، للأسف أن النتيجة ما كانت زينة. اليوم الرؤية تغيرت، المستقبل غير، الشباب غير، طموحاتهم غير، ولكن أيضا إحنا في الأعوام اللي راحت واجهنا تحديات كثيرة، واجهناها مع بعض، واجهناها البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية واجهت هذه التحديات. من حقنا إحنا كمملكة البحرين أن إحنا نغير حلفائنا ولا نضيف إلى حلفائنا حلفاء آخرين، لأن في النهاية إحنا نبي نحافظ على مكتسبات وطننا. في النهاية الأولوية هي البحرين، وهذه التحالفات تمكننا أن إحنا نواجه هذه التحديات ونواجه من يهددون أمننا واستقرارنا. نعم. فاحترامي وتقديري لكل الزملاء الإعلاميين والصحفيين على وقفتهم الوطنية. كنا نتوقع منهم هذه الوقفة، وفعلا أثبتوا أنهم أهم وراء قيادتهم، وراء بلدهم، وراء أرضهم. قلمهم هذا الحر هو قلم مسؤول جدا جدا. بكل تأكيد هو قرار تاريخي ومرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة. السيدة عهدية أحمد السيد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.